كل المطاعم بالترفيع في ساعة العمل من الساعة 4 بعد الظهر حالياً إلى الساعة 7 مساء بداية من يوم الاثنين القادم، قرار تبينت حوله آراء بعض مهني القطاع. هو بطبيعة الحال بيكون خير من الأربعة، ما حط للسبعة للساعة، ولكن غير كافي، لكن نحن ما عندناش اختيار. كان متى المصلحة تتطلب، يعني المصلحة الوطنية تتطلب، يعني اللي باش نخدمه حتى للسبعة ما عندناش، ولكن نحن أنا كشخص ماذا بيه نخدم أكثر، خاطر عندي التزامات، عندي دي سالارية معايا. بدونا السبعة كانوا ما عملوا شيء السبعة، فهمتني؟ ماذا بينا ما نعرفش يوخروا في الكوفر فيه يردوه العشرة مثال، تولي الخدمة حتى للتسعة حتى العشرة، فهمت؟ فما عائلات تخرج بالليل، تخرج تتعشى. ترى هذايا راهو نجم نقولوا تأخر شوي، خاطر ضرينا برشا من الكوفيد هذايا، معناها تو قريب العام، تو يصبروا ما دام يولي للسبعة، بعد يولي ثمانية تسعة، وربي إن شاء الله يفك علينا هالوباء هذايا. قرار التمديد في ساعات العمل اعتبره رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم دون المأمول، ولا يستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع، إذ لم تصاحبه أي إجراءات دعم ومساندة. طرح الخطايا، طرح الشيكات، معناها بالنسبة لجماعة تو شدت الحبس، معناها ما خل ما نجموش يخلصوا، صيبوا شيكات وما نجموش يخلصوا، تأجيل الخلاص بالنسبة لجماعة سي ان اس اس، سي ان ار بي اس، ستيك، سوناد، الكراوات زادة اللي تابعة مثال تابعة الدولة اللي كاري من عند البلدية. يشار إلى أن قطاع المطاعم يشغل أكثر من 150 ألف عامل موزعين على 40 ألف مطعم، 73% منهم تتراوح وضعيتهم بين الغلق النهائي وإمكانية الغلق.